السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير ابي افضل حال. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلاص انا قررت من اليوم اي فلوق بصوره اذا ما كان معي زميل او شخص يصورني او يساعدني في التصوير راح اخلي الفلوق على شكل تغطيه، يعني ايش؟ اغطي لكم الفلوق، ما راح اسوي فلوق احط لكم سلو موشن وهذه الاشياء، لا، فقط تصوير وانزل لكم الى انا اشوف لي مساعد او شخص يروح معي ويصور معي وكذا، نغير طريقه التصوير وكل شيء. فاليوم جينا الى اقدم حصن او قلعه في العاصمه، عمره 344 سنة. هذا خلفي الآن، فاليوم راح أغطي لكم المكان ده. وقبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وخلوكم معانا. هنا شايفين هذا القلعة، وزي ما تشايفين المكان كيف هو المكان ده. ندخل جوا الحين. كثيرين قاعد يقولوا لي لا تصور نفسك وقت الكلام، فقط صور الأماكن وهذه الأشياء. فهذه مرة ما راح اصور نفسي كثير، فقط راح اصور لكم القلعه. ما ان القلعه حسها صغيره بس المكان حلو كبير نوعا ما، يعني عرفتوا. كمان اليوم مباراه منتخب السعودي، ان شاء الله الفوز للسعوديه باذن الله. شوف الحين جينا نوره جي سلطان شهرت سينونا تعرفوا جماعه. شايفين هذا المكان ده مجلس، يعني لما شو اسمه الملوك يتجمعوا يتجمعون هنا ويتناقشون الوزراء وهذا الوزراء ومرارة اكشت الوستيف. مشكلة اني ما احمل اي معلومات كثيرة عن المكان هذا، واصلا دورت في اليوتيوب وجوجل في كل مكان ما في معلومات كثيرة الا كم معلومة بسيطة فقط. وهذا قبر، قبر الحراس القلعة اللي كانوا يحرسون القلعة، هذا قبورهم، ثلاثة قبور. أصلا أول ما شفته عرفت إنه قبر عشان فيه ورود زي ما شايفين، بس ما أدري ليش هذا محفور وهذا كذا زي الهرم، هذا زي الهرم ومحفور، ليش كذا ماني عارف. وهنا المعلومات، اللي يعرف يقرأ بنغالي يشوف. زي ما أنتم شايفين المكان فيه كمان قبور جوا. هذا قبر بنت اللي بنى هذا المكان. خلينا اقرا لكم من صمم المبنى هذا والقلعه واذكر لكم كل شيء الحين. خلينا اقرا من الجوال، والله ماني حافظ. ما ادري ذكرت اسم المكان ولا لا، والشكل ما ذكرت، ما ادري والله. اسم المكان حصن لالباغ، او بحط لكم معلومات في الشاشه، والله الاسامي مره صعبه ماني قادر اقرا حتى. ما اصلا ما في معلومات كثيره، بس صراحه المكان مره جميل، يعني خضار وكذا، لا مره رايق. زي ما انتم شايفين المكان هذا ما ادري شو، بس نحاول ندخل منه في مدخل. احس هذا شو اسمه شلال او نافوره. اوه انا احس بدرجه ربي هذا شيء النافوره ينزل من هنا. هذا هو والله مكان مره جميل صراحه. شوفوا التذكره مره رخيصه، مره رخيصه، فصراحه المكان مره رايق وينفع انك تجيها، مو زي تاج محل اللي في بنغلاديش، افضل منه صراحة. المكان هنا اجمل يعني. هذا جدار القلعة زي ما انتم شايفين. اي وبورتو جانا؟ شايفين العلم فوق. البرازيل والارجنتين، ما ادري ارتنجين، والله ماني عارف الاسم ولا بيعرف اصلا. هذاك العلم مرة كبير وربي. شكلهم يموتون في العلم ذا، او في اللاعبين اللي يخص العلم هذا. هنا شايفين ولكن الان مغلق. هذا ايش؟ نفق لتحت؟ نعم في نفق من هناك تنزل لتحت، بس ليه في فازلين هنا؟ شطحات ربي. زي ما شايفين المكان من هنا تدخل. شوف جمال لهالباك. ورانا هناك في جلسات على الكراسي، يعني تجلس في الكراسي كذا. نامبو؟ ها تفضل. شايفين؟ هذا كان غديق، غديق ايش؟ غدير.
او مستنقع كم هنا في النهر وكذا في مكان. والله ملعب كبير هنا ينفع تلعب كورة. اي سباك كوربين سباك. انا ماسك كاميرا وماسك ثوب ورافع الثوب كذا كاني بحط طريدي. حط الكاميرا في الجيب. ونزلنا بعد صعوبة. دينا ما تقربع. لا شايفين والله مكان مرة رايق. الله في درجة هنا وانا ما شفت مكان. كيف الله الله والله ميزان ما جلت كذا. شايفين المكان كيف ترى مرة تحت. تخيل المكان ذا كله فيه موية واسماك. شايفين اخذ فيكم دائرة كاملة. خلينا نطلع الحين. هنا شوف خذوا لكم لقطة ثانية. نطلع الحين. ما شاء الله. ثانك يو. شكرا. تقول ما شاء الله. اعرف اني قاعد اتكلم عربي عشان كذا. ما ادري انتم شايفين رجالي وراي. بحاول ابين لكم. ايوه هذول رجالي وراي. من اول قاعد يلحقني. ما هو راضي. رحت هناك رحت هنا من اول قاعد يلحقني. وقف؟ لا والله ماشي وراي برضه. ما هو راضي يوقف. قاعد يلحقني ويلحقني. شافني اتكلم عربي. طالع فيي كذا. وراي وراي. من جد القاصرين مره يقهر. تخيلوا انا توي مو توي من اول قاعد اشوف اصلا. في طالبات صغار يعني من شكلهم تعرف انه 14-13. شايف قاعدين مع 4 شباب 3 شباب. ايش الهرجة. كلهم يعني مسرفدين الا الطالبة هذه. باين انها يا انها شاردة يا انها ما راحت البيت. واحد فيهم عاد ايش ما ادري. ايه انت تو ده جيبنا مطة تو فيديو كره ايك ميتي. ايك ميتي مطة ايه انت قد هين يمجيبو. اخيرا وافق. قلت له بس ابغى اصور كذا من هنا ورايا. شوفين هنا في فتحه ما ادري ايش حق ايش. مكان من فوق زين. شايفين تون 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 تون. خلاص شوفنا المكان على السريع والحين ننزل. خلاص ما في شيء هنا. بس سامي قلهم شكرا جزاك الله. كان ودي ان اخش جوا بس قاعد يضبطونه كذا فما نقدر. وهذا الاشياء اللي موجوده هنا. باقي اخر قلعه اللي قدامنا هناك اخر شيء. نشوف ايش فيه هناك وخلاص نطلع من هنا. هم شايفين قاعد يجددون من هنا. كان اول زي هذا الشكل وكذا بس على ما اظن هنا تكسر بزياده فرجعوا يرممون. بدأ يرممون مرة ثانية. والله يا شباب هنا في حريم أكثر وطالبات وطلاب. ما في طلاب كلهم طالبات بس مع شباب مرة كثير هنا. فماني عارف راح أصور ولا بس بروح جهة ثانية. إن شاء الله ما في ناس هناك. هنا مرة ما مداني أصور عشان كذا. يا ساتر يا ساتر. تيجي هنا تطب على جهنم على طول. مرة ماني قادر اصور. وهذا مسجد زي ما شايفين مقفل. هنتك قلت بنطي هنتك زي ما شايفين المسجد كذا. هناك المدخل من هنا ومن هنا ومن هنا. في ناس كمان جوا. هذا القلعة باختصار. بس هذا كل شيء في القلعة. ايوه بعدين خبر سر خبر حزين حزين. مات المرحوم نور الاسلام. قال في في واحد متف هنا. وخلاص صورنا ما في شيء ثاني هنا. خلاص هذا هو. وريتكم كل شيء بادق التفاصيل. ما في اي شيء ثاني. والحين نطلع. خلاص انتهى جولتنا. طلعتي
لا الباب الحديقة الوردية. تخيلوا المكان اللي أنا رايح له الآن تقريبا مسافة لابد دقيقتين كذا ونوصل المكان. أخذنا ركشة. هل نقودنا كثيرة؟ خلاص المطوع راح، سعد ما عاد فيه هذا الجديد. السعودي صفر والأرجنتين واحد وربي قهر في كل مكان حتى هنا وربي قهر. يا اخوان تو كنت العب كورة، منتخب السعودي جاب هدفين وربي كفو يا شيخ. شوفوا فين قاعد اتفرج انا، شوفوا قاعد يتفرجون هناك وربي يا اخوان جنان جنان صح. خلنا نشوف السعودية كم جابوا، الأرجنتين كم جابوا. خلنا نشوف هنا أيوة خلاص السعودية السعودية فوق. ايش تحية كذا يا أخي، مبسوط وربي مبسوط. الحمد لله السعودية فازت الحمد لله. ما ادري انا مالي داخل ولا اني تفرجت كامل المباراة ولا شيء، بس يا اخي ما ادري ليش كذا مبسوط مرة، ليش ما ادري. يا ليت عندي اصحاب الحين نطلع نفرح وننبسط ولا يرسلوا مقاطع وكذا، بس عوافي دعواتكم لاني ارجع المدينة. المهم الى هنا وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى ان الفيديو عجبكم ولا تنسون لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، واللي حاب يدعم القناة ماديا موجود الحسابات تحت. بس والله شكرا لكم على المشاهدة ومع السلامة.